أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. عدن التي منيل نيوات إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.